عقد قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية وإدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب اجتماعا للجنة جائزة التميز الإعلامي العربي. يأتي هذا في إطار تنفيذ القرار الصادر عن الدورة 53 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي انعقدت بالرباط خلال شهر يونيو الماضي. هذا الاجتماع مخصص لتدارس أعمال لجنة التميز الإعلامي العربي، طبعا في إطار تنفيذ قرار الدورة 53 لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي كان قد وجه بإثراء النظام الأساسي لهذه الجائزة بما يجعلها أكثر إشاعا وتأثيرا وتميزا وإلهاما للجسم الإعلامي العربي. وبالتالي فالهدف الأساسي هو مراجعة النظام لهذه الجائزة بإدخال فئات جديدة بما في ذلك مثلا العمل الوكالي، وكذلك مراعاة التنوع المجتمعي، وبصفة خاصة الاهتمام بقضايا النساء والشباب والقضايا الشمولية التي تهم منطقتنا العربية. هذه الجائزة هي من أهم أهدافها تشجيع وتحفيز وسائل الإعلام والإعلاميين على ما قدموا وما سوف يقدمون في المستقبل لما في خدمة للمجتمع العربي والمتلقي العربي.